لكن انا ليه مهتمه جدا بالجزء ده؟ لانه في علاقه لينا كمواطنين باستخدام الحاجات دي الموفره او اللي هتساعدنا على الترشيد. قلنا دي بتحاولوا تنزلوا في سعرها على اعتبار انها مع تبقى فتح خط الانتاج ان شاء الله. مع فتح خط الانتاج ان شاء الله. طيب الانتاج الكمي انا كمواطن دي بالنسبه لي ممكن تبقى غاليه طبعا. دي يعني دي حاجات تانية لإيه؟ عشان كده أنا في بداية كلامي إحنا قلنا التكليف بتاعنا إن إحنا ننتج أنظمة تتوافق أو توافق معظم أو غالبية شرائح المجتمع. تمام. اللي عايز نوع معين بيلاقيه، اللي عايز الرخيص أو النوع العادي هيلاقيه برضه. أنا أقول لحضرتك كمثال مثلا ده جزء بيركب على مدخل الحنفية، الحنفية العادية أو ممكن الخلاط. يعني ده جزء الستاندر بتاعه بيجي من السوق. أيوه. ده بتاع حوالي 5 جنيه. وده اللي اي حد ينتجه، ودي فكره احنا مش كهيئه نرجو منها ربح او انتاجيه او انا هنتج الجزء ده، لا. انا بقدم فكره بسيطه جدا للمجتمع كله انه ممكن يستخدمها، ممكن اي حد ينتج ده، ممكن اي حد يستخدمه، ممكن اي حد يبيعه، واحنا نبقى سعداء جدا بكده. ايوه. ده ما يكلفش اكتر من 2 ل 3 جنيه. ده ممكن بقى القرص ده متعاير في فتحه بتتعاير بطريقه معينه. الفتحه دي بتخفض لي 50 ل 60% من الميه طبقا لقطرها. يعني دي دول ثلاث. انا بس عايز اشوفها لانه انا خلطه ما بينها وما بين حاجه، انا خلطه ما بينها وما بين اللي ساعات حاجات كده نركبها في الحنفيه علشان فلتر. لا. فلتر لا لا مش فلتر بالظبط. لا لا ده خانق. ده مش فلتر، ده خانق. ده كده اللي هينزل لك كمواطن الميه بشكل بسيط لو الصور موجوده يا مجدي، عشان لو ايدي مش مبينه. ده كده بقى اللي هو بتاع البيوت اكتر كاستهلاك اقل. ممكن البيوت الحنفيات العاديه اللي هي التقليديه بتاعتنا، مش الخلاطات يعني، مش الخلاطات قوي. ده بيستخدم في المدارس، ممكن في المساجد، هيركب على مدخل الحنفيه نفسه دي وصله موجوده عند في السوق عاديه. تمام. جدا بتشال وبيركب. دي على الحنفيه القديمه؟ على الحنفيه القديمه كمان. احنا قلنا الناس بكل حاجه تبقى كل حاجه موجوده. وده دي من 3 ل 5 جنيه تكلفته ما تزيدش عن كده. تكلفته ما تزيدش. واحنا بنعلنه ان اي حد عايز ينتجه ينتجه. الله. دي ما فيهاش. ده ايه الكرم ده؟ هي خدمه للمجتمع. واحنا كلنا هنبقى سعداء ان حصل ترشيد المياه. هو صحيح. حضرتك الانظمه اللي انا بديها لحضرتك دي كهيئه عربيه تصنيع، احنا حجم الانتاج بتاعنا وشغلنا اكبر من كده بكتير. طبعا. ولكن طبعاً. احنا سعداء ان احنا بنقدم حاجه للمجتمع. صحيح. تتوافق. صحيح. مع احتياجات المجتمع في الفتره. بتشوفوا لنا حاجه رخيصه كده للخلاطات؟ هي يركب على الخلاط يا فندم. ده يركب على الخلاط. في اللي هو تحت الحوض ده اللي هو الخلاط. ده ممكن هنركب دي ونركب ده برضه، هيعمل نفس نفس الاداء. يدي نفس يدي نفس الخدمه. يدي نفس الخدمه بالظبط. طيب اتفضل نكمل ده. ده جزء تاني بيوفر حوالي 70%. 70%. وسعره مش هيتجاوز ال 25 جنيه. ده جزئين اوريهم لحضرتك. في كذا طرح. اي فندم. هايل. ده ثمنه حوالي 25 جنيه. هايل. تمام. هايل. الميزه ده للخلاط. الميزه فيه في ده سيادتك انه بيعمل خلط. تعمله ايباد عشان لو كسر الايباد بتاعي. ده بيعمل خلط للميه بالهواء وهي نازله، فبتدي احساس ان الميه ما قلتش، ان ده نفس الاحساس بتاع الميه الكثيفه اللي بتنزل من في الاستخدام يعني. هايل. ده برضو نموذج تاني. ده بيدي تخفيض 85%. وسعر بتاعه هيبقى في حدود من 40 ل 50 جنيه. يعني احنا عندنا اسعار متفاوته. بالظبط. كل واحد حسب قدرته. و و و والضمان والصيانه والحاجات دي طبعا دي قصص ليها تفاصيل. بسيطه جدا. بس انا بتكلم في الفكره، انا شاغلني طبعا الاسعار، لكن شاغلني اكتر اهتمام الهيئه بمساعده المواطن وتشجيعه على مساله ترشيد الاستهلاك. بالظبط. تمام. هطلع فاصل، بعد الفاصل هنسمع ونعرف من المهندس محمد اسماعيل ايه تاني بالنسبه لي، او بشكل سريع طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم كلام كتير قوي وحاجات كتير قوي بتعملها الهيئه، لكن ايه تاني نقدر نقوله بعد الفاصل بتقدمه الهيئه من خلال اداره الشركه العربيه الامريكيه للسيارات. بعد الفاصل نطلع فاصل.